شاءت الأقدار أنه أنت صغير دايماً. إحنا في الطفولة الوالدة تأخذك معاها تشتغل في نيجيريا. أيوة. بحكم أنها طبيبة. طبيبة. مهنة جميلة جداً ونبيلة. وأنت لما عشت برا على المجتمع المصري في ذاك الفترة. كنت صغير قوي. صحيح. أنا سافرت كان عندي ثلاث سنتين. صح أنت بقيت سنتين أو ثلاث سنين حاجة زي كده. وقعدت هناك بتاع سنتين ونص برضو. يعني أنا رجعت من نيجيريا كان عندي ستة. يعني يا دوب مازال ما بديش تتذكر. لا بس فاكر حاجات كتير جدا. فاكر مبدئيا ان انا كنت شقي جدا جدا جدا. اكتر حاجة بتفكرها يعني شو وش هي؟ كنت حاسس يعني انا اللي كنت حاسس بالتنمر عليا. والله؟ لان انا كنت الوحيد المختلف. صحيح. يعني انت فاهمة؟ يعني كان عندي صورة وانا في طابور الرياضة كلنا لابسين تيشيرتس وشورتات بيضة. انا الوحيد الابيض فانا الوحيد اللي تشاوري عليه. كنت مختلف لما ببقى في الفصل مع زمايلي في المدرسه. ما انا رحت مدرسه هناك كلهم يبصوا لي كده اللي هو ايه ده مين ده مين الكائن ده انت فاهمه. فانا كنت على طول حاسس ان انا بعد كده بقى خلاص يعني بدانا نتعرف عليهم وكنت بتكلم انجليزي هايل طبعا في الفتره دي لان ما كانش في حد بيتكلم عربي غير ماما في البيت. صح بس صح. فخلاص متصاحبنا بقى وبقى ليا اصدقاء نيجيريين وكده وفي المدرسه وجيراننا. فكانت مرحله مهمه برضو في حياتي لان عشت فيها كذا حاجه يعني الخوف يعلم الوحده يعلم الوحده. هو هناك اول حاجه علموها لنا علموها الام يعني امي علمتها لي اللي هو تيك ماي ماني بات دونت تيك ماي لايف. الله. خد فلوسي خد دراهمي لكن ما تاخدش حياتي يعني ما تأذينيش. ما تأذينيش لأن أي حد ممكن يطلع عليك في الشارع هناك ويثبتك يعني فاهمة. فدي أول حاجة علموها لنا. فطبعا كان في رعب يعني أكيد. كان في خوف وأنا كنت صغير قوي يعني طفل لا أدرك يعني أنت فاهمة. فكنت خايف الوحدة برضو ما فيش غير أمي بس اللي بعرف أتكلم معاها في الأول كمان في البدايات قبل ما أتقن اللغة وأبقى بتكلم معاهم عادي. الغربة وحشة. الغربة وحشة. شفت الغربة وحشة. لما جت لي لما جت في مرة نيجيريا أنا فاكر كويس قال الموقف ده لأن أنا كنت نايم على الكنبة وبعدين لقيت حد بيصحيني فبفتح عيني. فالأول لأول وهلة افتكرت إن ده حلم لأن أنا عارف إنها في مصر وبقالي سنتين ما شفتهاش ودي كانت أغلى جدتي دي أغلى حاجة عندي في الحياة فاهمة؟ فاول ما شفتها بكيت بكا يا الله وقعدت تحضن فيا وبتاع وانا بعيط ببكي 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 مش مصدق ان انا شفتها تاني لان انا كنت حاسس بوحده شديده جدا كنت حاسس بغربه. عشان كده انا مبسوط بالاسره اللي انا عملتها ان ما حدش فيهم يحس بالوحده اللي انا حسيت بيها ما حدش فيهم يحس بالالم اللي كان جوايا وانا صغير. اكيد لانه كنت صغير لانه كل شيء الطفل يحسه اضعاف المضاعفه طبعاً.